موكب ستر الخارجية يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث عن مواقف أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حديث عن مواقف وبطولات عبر عنها الإمام الحسين عليه السلام وهو يصف أصحابه: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، كانوا قمة الوعي وقمة الوفاء وقمة التضحية، وتشهد بذلك مواقفهم وكلماتهم. نقف مع شخصية وهي شخصية سعيد بن عبد الله الحنفي. هذا الشخص من وجوه الشيعة ومن ذوي العبادة والشجاعة، يقول كلمته ليلة العاشر للإمام الحسين: والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا حفظنا رسول الله صلى الله عليه وآله فيك، والله لو أعلم أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى ويفعل بي 70 مرة ما فارقتك يا أبا عبد الله. هذه الكلمات. وأيضا له موقف آخر لما أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يصلي ظهيرة العاشر، انتذبه ليقف أمامه ريثما يتم الصلاة، فوقف بكل إباء وشموخ، ولقي السهام بيده وصدره ووجهه حتى سقط من ألم الجراح، فيلتفت إلى الإمام الحسين عليه السلام قائلا: أوفيت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال عليه السلام: نعم، أنت أمامي في الجنة. هكذا كان شهيد الصلاة سعيد بن عبد الله الحنفي.